ومر رمضان على الأمم كلها من بعد وما حصل أحد منهم ليلة القدر، لكن جعلت لهذه الأمة ليلة القدر خير من ألف شهر، لم تجعل على العموم لأي أمة من الأمم إلا أمة السيد المعصوم، إلا أمة أبو فاطمة الزهراء، إلا أمة أبو القاسم محمد، يا ربي صلي عليه وعلى أهله. جعلت لهم ليلة خير من ألف شهر كما أخبر عليه الصلاة والسلام، حدث أصحابه عن مجاهد حمل السلاح يجاهد في سبيل الله 1000 شهر، 83 سنة وأشهر وهو يجاهد في سبيل الله. فنظر الصحابة بعضهم إلى بعض قالوا كم تكون أعمارنا، ولو حمل أحدنا السلاح يجاهد في سبيل الله كم عمره، كم بيصل 1000 شهر؟ فأنزل الله: إنا أنزلنا هذا القرآن عليك في ليلة القدر، ومن حين ما نزل القرآن عليك شرفنا الليلة وأعطينا الأمة فضله، ونبئهم اليوم عنه وأخبرهم هذا اللي بعد الهجرة، أخبرهم وهو قد من ليلة نزول القرآن عليه حازت الأمة ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير لك يا حبيبنا وأمتك كلهم من 1000 شهر، خير من 1000 شهر يعبدنا العابد فيها فنكتب له عبادة 1000 شهر، لا بل خير من ذلك، أفضل من ذلك، ما هو مثل 1000 شهر، خير من 1000 شهر. وخير بكم؟ لا تقول لي بكم، كل واحد نصيبه من الكرم، وبعضهم مكرم سواء عند ربك، خير 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 طلعها كم، اسكت عن كم، إذا ذكرت الأكرم جل جلاله وتعالى في علا خير من 1000 شهر، فأقل ما فيها أن تكون أفضل من 1000 شهر ولو بدرجة واحدة، ولكن يمكن من درجتين وأربع وعشر ومئة وألف وزيادة، خير من 1000 شهر. والخصوصية في هذه الليلة لهذه الأمة، يقول الله: ملائكة في السماوات طول العام ما ينزلوا الأرض، الليلة انزلوا أخرجوا أمة حبيبي في الأرض شاركوهم، تنزل الملائكة والروح فيها، إما جبريل نفسه أو ملك مخصوص اسمه الروح كبير عظيم الجسد جعله الله تبارك وتعالى بجسده النوراني يساوي صفوف ألوف الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بأمر ربهم من كل أمر، أي بكل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فمن أدرك عبادة ليلة القدر 12 سنة يفوق من عبد الله 1000 سنة من بني إسرائيل والأمم السابقة كلهم، 1000 سنة يحصلها هذا في 12 ليلة في 12 سنة الواحد من أمة محمد. ولذا قال لنا: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة.